السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم بإذن الله نتعرف على طريقة تفعيل حساباتنا في أكاديمية سيسكو. طبعا أنا لو كنت مسجل للمرة الأولى راح يوصلني إيميل تنشيط الحساب أو رابط تمام، مثل راح أضغط على أكتب في الأكاونت، راح يحولني للصفحة مباشرة. لو ملاحظين نفس الإيميل اللي أنا سجلت فيه، الفيرست نيم أكيد راح تسجلون أسماءكم، نفس الشيء نيم راح تسجلون الاسم الأخير. أوكي، نجي عند الآن إنتري، فنتركها مثل ما هي. لو كنت أنت من سكان المملكة والأغلب كذا، الكمبيوتر بنتركها مثل ما هي لأن كثير تجي بهالخصوص. نجي الآن باسورد، تمام. ضروري في الباسورد ان احنا نحرص على عدة نقاط، ان الكلمة لازم 8 حروف، انها تحتوي على حروف كبيرة وحروف صغيرة وتحتوي على رموز وارقام. لو جربنا الان كلمة المرور راح تعطيني التنبيهات هذه، فضروري نكون مركزين عليها، لان لو في شرط خلينا فيه ما راح يقبل برنامج كلمة المرور. اوكي، تمام. بس غالبا ما قبل، تمام. الآن طبعا في كبيرة، أحرف صغيرة ورموز وأرقام، تمام. الآن ندخل للتحقق، طيب بالخانة الأخيرة هنا الخيار يحدد لك لو أنت حاب تلقى إعلانات بريد إعلانات عن طريق الأكاديمية، لك الخيار تقبلها أو ترفضها. بعدها ريجستر، أوكي. بعدها نجي نسجل دخولنا، نفس الإيميل اللي إحنا سجلنا فيه بالمرة الأولى. تمام، ونفس الباسورد اللي إحنا دخلناه. فعلا نسوي ساين إن. راح تطلع لي الصفحة هذه، تمام. هذه بيانات نفس ما هي بالمرة الأولى، لعبيناها بالفيرست نيم نكتب اسمنا، باللاست نيم نكتب اسم العائلة، تمام. زي ما احنا شايفين خلاص تثبت الإيميل عندي نفس ما هو. بعدها نجي بخانة الجنس، فراح تختار نوعك إما ذكر أو أنثى، وراح يسألك السؤال هذا، يسألك عن خبرتك في مجال الاي تي. فعندنا هنا كذا خيار على حسب سنواتك في الخبرة، هنا أقل من سنة، هنا أكثر أو 3 سنوات، هنا 5 سنوات، وهنا أكثر من 5 سنوات. أوكي، إذا أنت عندك خبرة أبدا بالاي تي فراح تكتب لي إياها إنها بلا أو لا توجد أو اللي هنا، تمام. في السؤال هذا يسألك لو أنت كنت صاحب إعاقة، فهو حاط لي هنا خيارات إما إعاقة أو لا إذا كنت سليم، وهنا لو أنت ما كنت يعني حاب تفصح عن إعاقتك فراح نختار نو. أوكي، نجي الآن عند تاريخ الميلاد اللي مسبب مشكلة كبيرة. الكثير من المشتركين أن ما يقبل البرنامج تواريخ،
الآن أنا راح أجرب كيف أسجل تاريخ الميلاد. طبعا إذا طلعت عندي قائمة مسجلة فالأمر جدا سهل، يعني يختصر علي وقت كثير. فراح أختار السنة والشهر واليوم. أوكي، لو احنا لاحظين الآن البرنامج مباشرة قبل عندي التاريخ، وما صارت لي إكسات أو إشارة تنبهني إن الإيميل خطأ. أوكي، المشكلة اللي واجهها البعض إن صفحة البرنامج كاملة بتكون مترجمة للغة العربية. بعض المرات بعض المتصفحات بتحط لي هنا خيار ترجمة الصفحة إذا كانت إنجليزية أن يترجم لي إياها دائما إلى اللغة العربية. فإذا أنت كنت تختار ترجمة وقفها مباشرة، أو أنك تغير المتصفح، لأن بعض برامج التصفح مثل الكروم غالبا يسبب لي نوعا ما مشكلة في مسألة التاريخ، لأن عنده خيار ترجمة مباشرة. وأحيانا لما تكون نفس الكيبورد محول اللغة العربية ما راح يقبل صياغة التاريخ إذا كان الكيبورد بالعربي، فالأفضل إني أحول كيبوردي للإنجليزي زي ما إحنا سوينا الآن، حولنا الكيبورد. لو كان عندي ترجمة تلقائية مباشرة أوقف الترجمة التلقائية، الصفحة تكون عندي بالإنجليزي، كيبورد بالإنجليزي. بعدها مباشرة راح تشوفون العلامة اللي عندي هنا تفعل. بداية كانت العلامة عندي شفافة، أنا الآن انتهيت بياناتي، راح يعطيني أو عفوا يقول مباشرة لصفحة أيام ليرنينج. أوكي، كذا احنا فعلنا ونشطنا حساباتنا في الأكاديمية، وأتمنى التوفيق للجميع وشكرا لكم.